باغي تبقى ديما عندك ديك العلاقه مع السبور دائمه ولكن ما عندكش الوقت، الكاليستينيكس هو الحل، وهذا خير مثال شفناه في كورونا. ما كنقللش من الميسكولاسيون، الميسكولاسيون هي زوينه بزاف، عندها موليها، عندها ناسها، عندها الناس اللي كيبغيوها، وحتى انا كتعجبني، ولكن فضلت الكاليستينيكس حيت فيه بزاف ديال البوسيبيليتي، فيه بزاف ديال الحوايج اللي تقدر ديرهم. متابعي مدار 21، مرحبا بكم في حلقة جديدة من تريني في رمضان. اخترنا اليوم فضاء خارجي، طبيعة رياضة اليوم هي الكاليستينيكس، واللي عليها مغالطات كثيرة ومعلومات ما كنعرفوهاش بزاف، وغنحاولوا نصحوها مع ضيف حلقة اليوم، كوتش سي صابر. كوتش مرحبا بك. اليوم انت معنا في حلقة جديدة من تريني في رمضان باش تقربنا من رياضة الكاليستينيكس اللي عليها مغالطات كثيرة، وخاصة نعرفوا عليها معلومات اكثر، نحيدوا الضبابيه اللي كاينه عليها. دونك ممكن تعرف المشاهد براسك سي صابر؟ محمد صابر، 23 عام، لاعب رياضه الكاليستينيكس، وفي نفس الوقت مهندس بيوطبي. هذه 15 عام وانا كندير هذه الرياضه هذه، وكنحاول نكري كونتوني فيها، ونحاول نفيد الناس ما امكن، ونبين للناس بان هذا السبورت هو واحد سبورت دو كاليتي اللي يقدروا يزوبوا القدام ويوصلوا به الاهداف ديالهم. كانت شوا اهداف باش يحصلوا على فورمه مزيانه، ولا باش يكون عندهم واحد لايف ستايل مزيان، او ميم طون يكون عندهم واحد الجانب اللي يقدروا يفرغوا فيه المشاكل اولا الهموم ديال النهار، واللي يكون واحد هذاك الجانب يكون صحي. اكيد اكيد. رياضه الكاليستينيكس كما قلنا في المقدمه وكما قلنا دابا الان عليها مغالطات كثيره، وربما ما عارفينش بزاف ديال الناس ان هذه رياضه الكاليستينيكس هي ككافه رياضات الناس كيمتهنوها وربما كيزاولوها وكيمارسوها وكتعجبهم كيبقاو فيها، وربما انت منهم اللي وليتي تبارك الله محترف في هذه الرياضه هذه. فشنو ممكن تعرف الناس بهذه الرياضه هذه؟ الو، رياضه الكاليستينيكس، فهي الكلمه ديال الكاليستينيك بعدا جات من كالوس ستينوس اللي كتعني الجمال والقوه، يعني او ميم طون كدير واحد لي موفمون اللي هما كيبانوا ارتستيكمون زوينين، وهذوك لي موفمون سو سون دي موفمون دو فورس، يعني واحد الحركات ديال القوه اللي ملي كديرهم كتموسكلي لو كور ديالك، كتحط عليه واحد لا شارج وهكا كيتموسكلا بليفي ديال البوا دو كور او وزن الجسم. دونك البرينسيپ او المبدا ديال رياضه الكاليستينيكس هو انك كتريني بوزن الجسم ديالك بحال اون شارج اللي غادي تموسكلي بها ولا غادي تابليكي بها واحد ليفور على لي موسكل ديالك باش يتموسكلاو. مي برينسيپ كل موسكولاسيون غير الموسكولاسيون كنستعملوا اوزان اكسترن علينا. في رياضه الكاليستينيكس كنستعملوا الوزن ديالنا، وزن ديال الجسم. كاينه واحد لا فاريتي اخرى ديال الكاليستينيكس واللي كنديرها حتى انايا اللي كتسمى الويتد كاليستينيكس او الكاليستينيكس زياده اوزان اخرى اكسترن، يعني ملي كتولف البوا دو كور ديالك او وزن الجسم ديالك يمكن لك تزيد اوزان اخرى باش كتزيد تحدى راسك وتزيد في لا فورس، في القوه، في لونديرونس. دونك باش كديفلوبي راسك طبيعه الحال. كاينين الناس كيقول لك انه علاش غادي نمشي للكاليستينيكس، نمشي للرياضات كمال الاجسام احسن ليا، نمشي للصال باش نبقى نتعذب انا في هاد لي ماشين شويه، في الطبيعه هذه نمشي للصال هكا نشوف. المهم كيظنوا على ان كمال الاجسام هو احسن بزاف من الكاليستينيكس، فشنو تقدر تقول لنا على هاد الاشكال؟ راح كنقول بلي كمال الاجسام هو واحد ستيل، كاليستينيكس هو واحد ستيل واحد اخر، لي دو ستيل مزيانين. ما كنقولكش انا الكاليستينيكس احسن من هذا اولا هذا احسن من الكاليستينيكس، كل واحد عنده لي زافونتاج ديالو و لي زانكونفينيون ديالو. لافونتاج الكبير في رياضه الكاليستينيكس هو انك تقدر تريني فين ما كنتي، يعني تكون مسافر ما عندكش الوقت انك تريني في لاصال، كتخرج من الخدمه معطل بالنسبه للناس اللي خدامين، باغي تبقى ديما عندك ديك العلاقه مع السبور دائمه ولكن ما عندكش الوقت، الكاليستينيكس هو الحل، وهذا خير مثال شفناه في كورونا. في ايامات كورونا رياضه الكاليستينيكس اكتسبت واحد الشعبيه كبيره. علاش؟ الناس المنازل حيت ما بقاتش الترناتيف اخرى لي صال سدو، سكي في ولا خاصنا امبروفيزيو، وهنا فين ولا كيتعرف كاليستينيكس بزاف. الا لاحظتي كاع الناس ولاو كيترينوا في الدار، ولات لا مودي انك تريني في الدار، وهذا الشيء مزيان، نفع الكاليستينيكس بزاف وزاد تعرف مزيان. دونك هذه هي الميزه ديال الكاليستينيكس، كتولي عندك واحد الحريه او لانديبوندونس في لونترينمون، تقدر تريني فوقاش ما بغيتي فين ما بغيتي، ما عندكش اشكال وباي معدات بغيتي، اي حاجه يعني المينيموم بوسيبل، مربع كاري واحد تقدر تريني فيه بزاف ديال الحوايج، تقدر دير فيه حصه ما كاينش مشكل. دونك هذا هو لافونتاج الكبير في رياضه الكاليستينيكس، كما انه كاينين ديزافونتاج اخرين بحال مثلا انه او ميم طون وانت كتريني لو كور ديالك وكتموسكلي وكتنحت في الجسم ديالك فراك كتعلم واحد لي موفمون كاينين منهم بزاف، بحال الهاند ستاند، بحال الفرونت ليفر، بحال الماسلاب، هادو دي موفمون
اللي افونسي في الرياضه، واللي ملي كتعلمهم كيعطيو واحد الجماليه الانسان ملي كيشوفهم كيقول واو زوينين، كيخلي واحد الانطباع زوين عند الناس وكيحببهم في الرياضه قبل، وانت ملي كديرهم كتحس بواحد الافتخار لانك درتي واحد الانجاز، وصلتي لواحد الحاجه دونك كتحفزك انك توصل لحاجه اخرى. دونك هذا اللي مفهوم حتى هو واحد الجانب زوين في هذه الرياضه هذه اللي ما كاينش في رياضه الميسكيلاسيون. رياضه الميسكيلاسيون حتى هي عندها لي زافونتاج ديالها بيان سور، كتركز على كل عضله بوحدها، فيها دي زيكزيرسيس دي زوراسيون كتكون واحد ليبرتروفي كبيره، مي رياضه الكاليستينيك حتى هي راه ستان سبور لي دو كاليتي، واللي تقدر حتى هو تخدم به العضلات مزيان وتعطيهم مزيان الا عرفتي كيفاش تريني، خديتي الوقت ديالك باش تقاد ان بروغرام ديال لونطريمون وحتى البروغرام ديال الماكله اللي كيتماشى معاه باش انك تستيميلي لو كور ديالك. نفس الشيء يعني ماشي بالضروره غادي يكون عندك واحد النظام ديال لونطريمون اللي فوضوي، رياضه الكاليستينيك راه منظمه بزاف، خاصك تعرف كيفاش تريني، تعرف كيفاش تحاور مع الكور ديالك، مع كيفاش تستيميلي الجسم ديالك ولي موسكل ديالك انهم يديفلوبو اكثر اكثر. طبيعه الحال عرفنا مع كوتش معلومات كثيره على هذه الرياضه الكاليستينيكس اللي ما كناش كنعرفوها، وايضا صح لنا بعض المغالطات اللي كاينه بزاف على هذه الرياضه هذه، وكدنا على المنافع ديالها مع كوتش. دونك هضرنا بزاف على هذه الرياضه، خصنا نترينيوها، يلا نترينيو، يلا يلا. كوتش حنا على اعتاب نهايه شهر رمضان الكريم، الرياضي والصائم طبيعه الحال عنده تحديات كثيره، وبالنسبه للرياضي بحالك في الكاليستينيكس كيفاش كيدوز رمضان ديالو فيما يخص لونطريما فيما يخص ليروبا ديالو؟ راه بالنسبه لرمضان خاص تعرف بلي نفس الحاجه بالنسبه للميسكولاسيون نفس الحاجه بالنسبه للكاليستينيكس، والكاليستينيكس عاوتاني كيتبدل فيه واحد المجهود كبير حيت كيتاكتيفاو بزاف ديال لي بارتي اون ميم طون، يعني في رمضان كيخصنا نحضيو راسنا مزيان حيت كيكون لو كور ديزيدراتي ما كنكونوش شاربين الماء مزيان، والماء مهم بزاف حتى في لا كرياسيون ديال الانرجي باش نستعملوها في هذه الرياضه هذه. لي زارتيكولاسيون ديالنا كيخصنا نحافظوا عليهم، تيكون الجسم ديالنا خالي من طاقه من الجلوكوز اللي غيستخدموا كطاقه، دونك كيخصنا شويه نهبطوا من لانتونسيتي ديال لونطريمون، نحاولوا ما امكن اذا كان انا ديما كنقول حسب الهدف ديالنا، اذا كان الهدف ديالنا هو لا بيغ دو بوا اولا نقصوا الوزن ديالنا، نحيدوا الشحمه الزايده، نحاولوا نترينيو قبل الفطور شويه بواحد لانتونسيتي خفيفه، وما نطولوش في الحصه بزاف، ما نحطوش واحد ستريس كبير على لو كور ديالنا اللي يقدر يخرج عليه ابري، ولا يقدر يحطو في واحد لو كا ديفافورابل. بالنسبه لا بيغ دو بوا بالنسبه للناس اللي باغيين يحافظوا على الكتله العضليه ديالهم فواغ ميم عندهم هدف انهم يديفلوبيوها، فكنصحهم انهم يترينيو مور الفطور، ولا احسن وقيته بالنسبه ليا كتجيني هي قبل السحور، كيكون ديجا لو كور ديالك متشبع بالعناصر الغذائيه، متشبع بالنيوتريمون، يقدر ديك الساعه يستخدمهم في لونطريمون، وكتكون وجبه السحور هي البوست ورك اوت ديالك. ولكن مع ذلك كنصح بانه يكون لانتونسيتي قليله، واخا في هذا لوكا هذا تكون لانتونسيتي قليله، حيت النهار كندوزوه في ديزاكتيفيتي اخرين، كنحتاجوا الطاقه للنشاطات اليوميه ديالنا، دونك من الاحسن نمشيو بهذا المنوال هذا. كوتش رياضي في الكاليستينيكس وهو دوز واحد 30 يوم تقريبا ديال الصيام، دار فيه واحد البروغرام، حاول ياكل فيه مزيان، حاول يبدل فيه الطريقه ديال لونطريما ديالو، ايضا حتى الاكل. فكيفاش يتعامل مع الايام العاديين اللي غادي يكون فيه 24 ساعه ممكن ياكل ممكن يتريني؟ الوغ لا ريبريز من بعد رمضان خاصها تكون بروغريسيفمون تدريجيا، حاول ما امكن يزيد في الكالوري بشويه بشويه، يحاول يزيد في لانتونسيتي بشويه بشويه، ما يحطش واحد ستريس كبير نيشان مور رمضان تدريجيا باش ما يتبليساش باش ما ياكلش في لي زارتيكولاسيون ديالو بزاف ديال الحوايج، وباش الجسم ديالو يكون استفاد من رمضان، باش انه يكون استفاد من رمضان، حيت في رمضان كتكون بحال واحد ديتوكس، واحد ريح واحد الجهاز الهضمي ديالو مزيان، الا كان تبع مزيان واحد الماكله مزيانه في رمضان كيرتاح الجهاز الهضمي، كيرتاح نورم حتى الجهاز ديال هذا التوسكي هرمون ايتو، هادشي كامل كيكون في واحد لابيريود ديال الراحه، من بعد لا روبريز مور رمضان كيتاكتيفاو هاد الاجهزه كاملين كيتاكتيفاو، وهاد لاكتيفاسيون كتخلي ان لا ريبونس ديال لو كور ديالنا لواحد لو ستيمولوس
كتكون مزيانه كتكون كبيره حيت لو كور نتاعش فكيعطي حسن وكيعطي اكثر وكيكونوا ديما دي ريزولطا زوينين. ولكن نمشيو بروغريسيفمون شويه بشويه لا من ناحيه ديال الدايت ولا من ناحيه ديال لونطريمون. اكيد كنعرفوك انه انت من بين المحترفين في هذا الرياضه تبارك الله عندنا في المغرب في الكاليستينيكس، دونك علاش شنو الاسباب اللي خلاوك انك تختار رياضه الكاليستينيكس وما تختارش رياضات اخرى مثلا كمال الاجسام وبزاف ديال الرياضات؟ انا بصراحه من الاول جيت فاسوني، يعني شفت دي فيديو في يوتيوب ديال دي زاتليت كيديروا حركات واعرين، عجبوني ذوك الحركات بحال هادشي اللي درنا دابا بحال الهاند ستاند بحال هذا لابار فيكس البول اب بيد وحده، حركات بحال هكا اللي تاروا الانتباه وعجبوني بزاف، فقلت علاش لا انا نتعلمهم. الوغ بديت لو برانسيب انني نتعلمهم، لقيت راسي كنديفلوب حتى كوتي ميسكولارمون، حاولت انني نتحاور مع لو كور ديالي نعرف كيفاش نتريني، نمشي بواحد لا لوجيك بحال الناس في الميسكولاسيون، وهكذا تباسيونيت كثر وكثر بهذا المجال هذا وعجبني الحال بزاف. سا سبور كومبلي اللي فيه بزاف ديال الحوايج كتقدر تعطي واحد الصوره زوينه فنيه مزيانه في كوم ديكوغرافي بحال لي شو اللي كنديرو دي شو ديال الكاليستينيكس وستريت ورك اوت اللي كيكونوا بلا ميوزيك بحال لا دونس في البار فيكس اولا في دي موفمون اخرين. دونك كاين هذا لو كوتي الجمالي حتى هو، كاين لو كوتي ديال لونترينمون باش كتميوسكلا وكتزيد في لا فورس كتزيد في لونديرونس، كاين بزاف ديال لي بوسيبيليتي فيه بزاف ديال الفروع، كاين الفري ستايل حتى هو، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خلاوني فريمون نحب هذا السبور هذا مزيان. وما كنقلش من الميسكولاسيون هي زوينه بزاف، عندها موليها عندها ناسها عندها الناس اللي كيبغيوها وحتى انا كتعجبني، ولكن فضلت الكاليستينيكس حيت فيه بزاف ديال البوسيبيليتي، فيه بزاف ديال الحوايج اللي تقدر ديرهم اللي تقدر تبدع فيهم. وكما قلت لك اكثر حاجه عجبتني هي الحريه في لونترينمون، تقدر تريني اي حاجه بغيتي فين ما بغيتي فوقاش ما بغيتي، ما تحتاج شي حاجه شي حوايج بسيطه باش تريني ويكون عندك واحد الريزولطا زوين بزاف اللي الناس ملي كيشوفوك كيتشجعوا حتى هما. دونك شكرا لك في هذه الحلقه هذه. ممكن رسالتك الاخيره لاي رياضي اللي ترينا في رمضان ولا ما تريناش في رمضان، فرسالتك ليه؟ الرساله ديالي للشباب هي انهم ملي خرجوا من رمضان ما يتستريسوش بزاف مع داكشي اللي ضاع لهم، الا كان ضاعت لهم واحد لاماس ميسكولير اولا ما بقاش عندهم جهد بزاف. لو كور ديالنا في رمضان كيرتاح ومن بعد رمضان كيعطي مزيان كيعطي اكثر حيت كيكون نتعش في لا بيريود ديال رمضان، لهذا ما يتستريسوش بزاف والنيفو ديالهم غادي يرجع، يحاولوا غير بشويه بشويه وتدريجيا وما يحطوش راسهم في واحد البوزيسيون ديال ستريس اللي غادي تخليهم انهم ياذيو راسهم. شي بشويه عليا ارتحيت في رمضان لا بيريود ديال رمضان نعاود النشاط الرياضي ديالي وتنوصل للنيفو اللي كان عندي من قبل. فوالا voilà.